ازيكم يا جماعه؟ النهارده حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمل له رياكشن هو فيلم زومبي لاند دبل تاب. الجزء الثاني بتاع زومبي لاند كان الجزء الاولاني كان نزل سنه 2009. النهارده لسه ما فيش من ساعه تقريبا نزل الجزء الثاني التريلر بتاعه يعني. بعتذر لو بقالي فتره ما بعملش فيديوهات، بس كان عندي مشكله في اللابتوب، ف ظبطت حلت المشكله يعني. ودلوقتي هنرجع بفيديوهات كتيره الفتره دي. طبعا هتلاقوني لابس نفس التيشيرت في الفيديوهات اللي جايه كلها، لان هيبقى فيه كذا تريلر رياكشن كله ورا بعض. استنيت كذا يعني، استنيت كذا يوم، قلت لو في تريلرز تانية هتنزل، وبالفعل كان في كذا تريلر نزلوا، منهم ولاد رزق وكان في ات وحاجات كتيره جدا. قلت هعمل لها تريلر رياكشن كله مره واحده، فهتلاقوني لابس نفس التيشيرت يعني. فمش عايزين نطول برضو كتير، عايزين نشوف التريلر في تريلرز على طول، لان انا متحمس جدا اشوف التريلر. وعلى فكره نزل فيلم يعني، الحلقه بتاعت النهارده نزل النهارده الخميس، نزل فيلم الفيل الازرق. ان شاء الله باذن الله هخش بكره، والريفيو برضو بتاعه هنزله. بس طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، فهشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. زومبي لاند دبل تاب، يلا بينا. Time to nut up or shut up. I got a clip on his brain. I think I would have made a damn fine president. You would have brought a real dignity to the office. You're welcome, America. Merry Christmas! What would you like, little girl? I'd really like for you to stop calling me little girl. But do you know what I would like? I don't give a shit what you... Whoopsie, I forgot the seatbelt rule. Oh, so she knows the rules? I told her just a few of them. 73, and are there more? You're cute. I like it. You don't have weed, do you? Do I look like the type of person that would have weed? I'm sorry. Boom. Yeah. Start talking. You first. Well, my name's Tallahassee. Apologies, little Elvis. Okay, is it me, or does he kind of remind you of... I don't like you at all. What is going on here? What? Hello, everyone. Am I hallucinating? Okay, جماعه. شكله هيبقى حلو جدا، بس انا عندي مقلق شويه، حاسس ان هو مش هيبقى نفس درجه الكوميديا ونفس درجه يعني ترقبي للفيلم زي الجزء الاولاني. بس طبعا زومبي لاند طبعا انا بعشق الفيلم الجزء الاولاني يعني، بعشقه جدا. كان اتعمل من كام سنه تقريبا، كان اتعمل برضو زومبي لاند، بس طبعا مش هو نفس الكاست. كان تقريبا كان تي في موفي، كان فيلم اي كلام يعني، مش حلو يعني، بس ما نزلش سينما. كان الفيلم كان اتعمل فيلم مخصص للتلفزيون يعني، تي في موفي يعني. كاست طبعا زي ما هو بتاع الجزء الاولاني. الفرق بين الجزء الاولاني والجزء الثاني 10 سنين، انتوا متخيلين؟ سبحان الله، جيسي ايزنبرج ما كبرش ولا سنه اساسا. تحس ان هو كان لسه الفيلم معمول من السنه اللي فاتت يعني. هو نفس الكاست، وودي هارلسون وجيسي ايزنبرج وايما ستون وابيجيل بيرسلين، وفي معانا بقى المره دي روزاريا دوسون، ومعانا لوك ويلسون. تقريبا انا سمعت كمان هيبقى في بيل ميري هيظهر برضو، على الرغم ان هو كان اتقتل يعني في الجزء الاولاني، فتقريبا هيظهر برضو بيل ميري في الجزء ده. مخرج الفيلم اللي هو روبن فليشر، هو نفس المخرج بتاع الجزء الاولاني، وهو كان برضو هو نفس المخرج اللي كان عمل فيلم فينوم السنه اللي فاتت، وكان مشهور برضو. كان عمل فيلم برضو تاني مع جيسي ايزنبرج، 30 minutes or less. الفيلم هينزل فيه 18 اكتوبر في السينمات السنه دي 2019. طبعا الناس بترقبي للفيلم 10 من 10. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها للتريلر. طبعا في زي ما قلت لكم في كذا تريلرز هينزلوا بعد ده ان شاء الله باذن الله. بس اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.